وين أمريكا ترى نفسها في سياسة الخارجية الجديدة؟ نعم. أو استراتيجيتها اللي درجة أنه خاطر نبدي على قطر والسعودية والخليج. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية ترى ثلاثة مناطق مهمة بالنسبة لها في العالم الآن. المنطقة اللي حوض البحر الأحمر اللي هي مدينة نيوم السعودية على مصر على الأردن، وتعتقد غرب العراق جزء من هذه المنطقة. نعم. فهذه تضمن لها طريق التجارة البحري أنه يبقى تحت فك الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك تضمنها عدم التأثير الإيراني والتأثير الصيني في هذه المنطقة. زي. المنطقة الثانية اللي أهم لها اللي هي أفريقيا. خلال انشغال الولايات المتحدة بالحرب بأفغانستان وفي العراق، الصينيون تسللوا إلى أفريقيا. زي. فمن تسللوا إلى أفريقيا، الولايات المتحدة تنظر إلى أفريقيا، لا أقول أنه الحديقة الخلفية، ولكن مركز استراتيجي لأمنها القومي، للمصادر الطاقة البديلة القادمة. فإذا عليهم أن يواجهوا الصين وإيران في أفريقيا. المنطقة الثالثة اللي هي تعتبر من أهم المناطق اللي هي جنوب شرق آسيا، مو غرب آسيا أستاذ فلاح، جنوب شرق آسيا. فعندك ثلاث مناطق مهمة الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعتقد أنه اقتصاد العالم، العالم القادر، إذا أرادت أن تقلل من شأن الصين فعليها أن تواجه الصين في هذه المناطق. فإذا واجهت الصين في هذه المناطق ما عادت مهمة قطر ولا السعودية بتصورنا إحنا من ناحية الأصدقاء والحلفاء. طبعا أكيد أنه بالنتيجة بالنهاية والعراق بالنهاية والحلفاء. أنا قلت غرب العراق، غرب العراق يختلف عن بقية العراق. إيه غرب العراق، غرب وشمال العراق، غرب العراق جزء من الأمن القومي الأمريكي، واضح. هذا اليوم وبكرة، والأردن طبعا هذه المنطقة جزء من الأمن القومي الأمريكي.